تصعيد لافت لم يتوقف منذ 3 أسابيع على حي الوعر في حمص. غارات مكثفة تنفذها طائرات نظام، كما يتم استهداف الحي في الأطراف الغربية من المدينة بقذائف المدفعية والدبابات والهاون والصواريخ التي يعتقد حسب المعارضة أنها من نوع أرض أرض والرشاشات الثقيلة. صاروخ مظلي كان الحمد لله هون، يعني بفضل الله عز وجل كان في بعض الجرحى قدرنا ننتشله من تحت الأنقاض. شوف اخي تفضل من هون، شوف الجور الفاروخ صاروخ الفراغ شو عامل هون بالحي. قصف تسبب وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط عشرات القتلى والجرحى، ووجد السكان وكوادر الإسعاف صعوبة في التعامل مع الكم الكبير من الضحايا في الحي المحاصر الذي يعاني من قلة الإمكانات على إسعاف ومعالجة الجرحى ونقص حاد في الكوادر الطبية. حملة ضاعفت الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الحي مع مواصلة قوات النظام الحصار ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من دخوله. تصعيد رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ 8 من الشهر الماضي، ويتواصل حتى هذه الأيام بعد الهجوم الذي استهدف فرعي أمن الدولة والأمن العسكري بحيي الغوطة والمحطة في مدينة حمص.